دكتور محمد صالح صادقيان، متى سيكون الرد الإيراني وما هو شكله؟ تحية لك حسين وإلى ضيوفك وللمشاهدين. يعني الجواب على هذا السؤال أهلا وسهلا، يبدو لي هو جواب المليون. كيف سيكون الرد الإيراني ومتى وبأي حجم وبأي مستوى؟ هذه الأجوبة، أجوبة هذه الأسئلة، ليس من السهولة أن نستطيع أن نأخذها من فم الإيرانيين، لكن يتحدث الإيراني بشكل بفم ملآن عن رد قوي مفاجئ يستطيع عودة السيادة الإيرانية التي انتهكت من قبل الكيان الإسرائيلي عندما هاجم ضيف إيران إسماعيل هنية. المرشد الإيراني الأعلى في عقاب الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، هو طلب من الحرس الثوري الإيراني بتنبيه الكيان الإسرائيلي أو تنبيه العدو. الآن هو طلب من الكيان، طلب من الحرس الثوري معاقبة العدو، وبين التنبيه والمعاقبة فرق كبير. الآن هو طالبهم بالمعاقبة. الإيرانيون الآن، يعني مثلا رئيس الأركان في القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال بأن الرد الإيراني سوف يكون بالشكل الذي تندم عليه إسرائيل. بقية المسؤولين أيضا سواء كان في الحرس الثوري أو سياسيين هم يتحدثون بهذه اللهجة. الآن كيف ستكون، متى، بأي مستوى؟ المعلومات تتحدث بأن الرد الإيراني سوف يكون ردا تركيبيا. يقصدون بالرد التركيبي معنى ذلك بأن الرد ربما يأتي بشكل متزامن من إيران لأنها انتهكت سيادتها، من لبنان لأنها ضربت في عقر دارها، حزب الله ضرب في عقر داره الضاحية الجنوبية، ومن اليمن عندما هوجم ميناء الحديدة والأمر متعلق بحركة أنصار الله الحوثية. يبدو لي هكذا يقولون بأن الحل والرد سوف يكون تركيبيا ومفاجئا وقويا أيضا، لكن كيف ومتى يعني هذا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وأنا لست من أهل العلم.